السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا قبل كم يوم تتذكرون من كان قسم من الأرانب يتعرضون للبرد، يأذيهم يعني البرد بالليل، تصير تيارات هواء تأذيهم. فسديت الجهة اللي من هناك وسويت لهم هذه الأماكن يدخلون بها بس شوية تحميهم من الهواء، بس لاحظت انه الصغار ما يدخلون، يعني بالليل يبقون منتشرين بالمكان. حتى قسم من الكبار هم اكو قسم يدخلون وقسم لا، فاللي ما يدخلون البارحة هم صار تيار هوا، قسم منهم رجعت عليهم نفس الاعراض مال المرض الاولي. يعني عندي حاليا هذا شوفوا شلون خامل اليوم، صار عنده خمول مو طبيعي. وعندي هذه اخته، هذه اكثر شيء خفت عليها لان هذه ما اكلت اليوم. باكر ان شاء الله هذه راح اخذها للبيطري لان هذه هم منتفخه، واليوم تقريبا يعني بعد الظهر خليت لهم اكل ما شفته اكلت. فالارنب من يصل مرحله يقطع اكل، يعني وصل دخل بمرحله الخطوره، انطيتها علاج وانتظر ان شاء الله لي باكر بلكي تتحسن. ان شاء الله تتحسن، اذا ما تحسنت راح اخذها للبيطري. طبعا اتصلت بالبيطري اللي جبت منه العلاج، قلت له صار لي اكثر من اسبوع اني مستمر على العلاج، اتوقف لو استمر لو اشون، وقلت له بعد عندي نفس الاعراض، يعني بعد قسم من الارانب منتفخين. اذا تتذكرون هذا الصغير، هذا من زمان عنده الانتفاخ، اذا تشوفون لحد الان بطنه منتفخه، تقريبا نفس الاعراض عنده، بس هذا ما مات يعني. وقسم اكثرهم الحمد لله ما ماتوا، بس لازال اكو قسم عندهم انتفاخات بعد بطونهم منفوخه، بعد بطونهم منفوخه، وبعد بطونهم يعني متحركهم مرات كانما مليانه مي، بالذات الصغار، يعني الصغار اكثر شيء يتاثرون. طبعا قبل كم يوم هم صارت شوية برودة بالليل، فالصغار اكو قسم منهم كانوا طالعين ماتوا عندي 2 صغار بنفس اليوم، صار عندهم تكرمون اسهال قوي، رجعت عليهم نفس الاعراض مال المرض وماتوا. فالصغار اكثر شيء يتأثرون، فاليوم راح اسوي لهم مكان، انظف هذه واسوي لهم مكان بحيث محصن مغلق، حتى بالليل ادخلهم بهذا المكان وما يطلعون للصبح، حتى لا يجيهم هوا بالليل يأذيهم. ممكن اسوي مكانين احتمال، اخلي الصغار بمكان وقسم من الكبار اخليهم بمكان، عدا عندي اللي يرضعون. الارانب الكبار يعني مرات يتجمعون وينامون اذا اكو هواء او برودة. الصغار نفس الشيء، قسم منهم يعني هذول اللي حد الان مثل ما تشوفون صامدين، ليش؟ هذول دائما بالليل يتجمعون ينامون سوا، فلما يكونون مجتمعين يصير المكان دافي، بس من يتفرقون من واحد ينام بوحده او 2 وحدهم راح يتاذون من اي تيار هواء راح ياذيهم. فحاليا راح اسوي لهم بهذا المكان، اصفط بلوك واسوي لهم مكان بحيث ما يقدرون يطلعون من عنده، حتى بالليل ادخلهم واحبسهم حتى لا يبردون، الى ان ان شاء الله ابلش الاسبوع الجاي. ان شاء الله راح ابلش بالمكان، هذه كلها راح اعدلها واصبها صبة خفيفة واجيب تربة مع الحديقة. راح ابدا اول شيء بهذا المكان. طبعا ليش راح اسوي البيوت هناك وانا مسويهم اساسا هناك؟ لان راح هذه اول شيء راح ابدا بهذه المنطقة، اصبها صبة خفيفة واخلي لهم تربة فوقها، من اكمل هذه بعدين ممكن انقلهم بهذا المكان واكمل هذه الجهة الثانية. خلينا حاليا نبلش نسوي لهم مكان محصن، هذا نفس المكان ارتبه شوية لهم بحيث الصغار من اخليهم ما يقدرون يطلعون. Thank you.
طبعا جاني ضيوف ووقفت التصوير، وبعدها اتصل بي سايق، وصيت على ذول الأرانب جاب لي اياهم، فاتصل بي السايق هم وصل، رحت جبت الأرانب وجيت. هذول تيدي لوب مثل ما تشوفون، عمرهم شهرين ونص او ثلاثة، قال لي عمرهم بين الشهرين ونص والثلاثة. هذا الذكر وهذه الأنثى، هذول تيدي لوب زوج مثل ما تشوفوهم. راح اكمل البيت على كيفي طبعا لان الوقت اتاخر، ومن اكمل ان شاء الله راح اصور لكم واكمل باقي الفيديو. هذول الارانب ان شاء الله بالفيديوهات الجايه هم راح تشوفوهم، وراح اعزلهم حاليا ما اخليهم مع باقي الارانب الى ان اكمل، بحيث الارانب كلهم يتشافون من المرض 100% ان شاء الله، بعدين اخليهم مع باقي الارانب. حاليا مثل ما تشوفون كملت هذا المكان، راح اخلي الصغار بالداخل احبسهم حتى بالليل يبقون مجموعين ولا يتعرضون لاي تيار هواء ويبردون، وبالنهار افتح لهم الطريق، يعني بس بالليل ادخلهم بهذا المكان. هذه التهوية تكون مناسبة حتى من هذا المكان، بس ما راح يجيهم تيار هواء مباشر. ومن اريد ادخلهم او اطلعهم من هذا المكان بس اشيل هذه فتحة، هذه فتحة مثل ما تشوفون. بالنهار افتح لهم الطريق، وبالليل ادخلهم واسد هذه الفتحة عليهم حتى لا يطلعون ولا يبردون بالليل. بعد شوية راح اخلي لهم عشب بالداخل، واخلي لهم مي، واخليهم جوا بالداخل الصغار اجمعهم، اما الكبار ما اخاف عليهم، لان الكبار دائما اذا الجو بارد يتجمعون سوا او يروحون بمكانات، يعني ما يجيهم تيار هواء مباشر، يعني الكبار يعتنون بانفسهم ما مثل الصغار. حاليا راح نعطيهم علاج وبعدين ادخل الصغار بهذا المكان. حاليا خليت الصغار بالداخل، خليت لهم اكل وخليت لهم مي، الصبح ان شاء الله افتح لهم هذا الطريق واقدر افتح هذه هم حتى يطلعون ويدخلون براحتهم، بس اهم شي بالليل يبقون بهذا المكان حتى لا يبردون ولا تأثر عليهم تيارات الهواء. طبعا اكو فتحات هم، اكو فتحات يعني بين البلوك تدخل لهم هواء مثل ما تشوفون. وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.